وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبا سليمان، يا مرحبا بك. بالنسبة لرأي شيخنا الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، فالذي أعرفه ومتحقق منه أنه كان يعذر بالجهل من حيث الجملة، لكن له تفاصيل. نحن نتكلم الآن عن أصل المسألة، أنه كان يقر مبدأ العذر بالجهل. وأما زعم الزاعمين أنه تراجع عن هذا الأمر، فلا أعلم نقلا صحيحا عنه، لا في شريط ولا في كتاب ولا من طريق معتبر. وأنا شخصيا لم أسمع منه أي تراجع عن هذا الأمر. فلذلك بارك الله فيك، فمذهب شيخنا هو مذهب جماهير علماء الأمة، أنهم يعذرون بالجهل، وهذا ما قرره الله في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وعليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. بل أكاد أجزم أن الصواب هو الإجماع على العذر بالجهل، العذر بالجهل، وأن الخلاف الناتج لا يتجاوز عمره 200 سنة فقط. ثم الآن يريدون أن يتحولوا به إلى إجماع على عدم العذر بالجهل، هذا والله تحريف لمنهج السلف وافتئات على علماء الأمة. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.